صديقاتي أصدقائي الكرام، الحقيقة الخبر المدوي لعالمية فريد الأطرش هو الريبورتاج اللي وضعته مجلة جلامور الفرنسية الشهيرة وبالتعاون مع مجلة جي كيو ماجازين اللي بتصدر بنيويورك وبلندن، وبتاريخ 4 شباط إذن 2011 شاركوا كلهم المجلات في ريبورتاج بيقول بالحرف الواحد وتحت عنوان لي 15 ايكون ايجيبسيان اكونتر، يعني 15 ايقونه مصريه لازم نتعرف عليهم والعالم يتعرف عليهم. وهون مصر هي في قلب الحدث الحقيقه، الشخصيات وبيقولوا بدنا هي اللي صنعت مجد هالامه العظيمه اللي هي مصر العظيمة، وبيحطوا على جنب كليوباترا وتخت عنخ أمون، يعني هودي برات المنافسة قريبا من بعيد. والأروع إنه الصفحة الأولى من الغلاف، صفحة الغلاف للمجلة كان بيغطيها صورة فريد الأطرش اللي أخدينها من مجلة الكواكب. ومن ضمن الأسماء الكبيرة جمال عبد الناصر، أم كلثوم، يوسف شاهين، عمر الشريف، وكثير وكثير من الأسماء. أنا عم بنقل الخبر كما هو، مش مثل ما أنا بأيده، لأنه في بعض الأسماء اللي فقدت لها ومش ويردي أنه يتخطاهم الإنسان، ولكن في واقع على الأرض أنقل الخبر كما جاء لتأكيد النظرة الكونية لأهمية وعظمة الموسيقار فريد الأطرش. يعطيكم ألف عافية.